FM. الكلمة ليك. هل باش ترفع قضية ضد عادل العلمي؟ أي نعم، كلفنا الأستاذ غازي المرابط والأستاذ تريفي بسام التريفي باش يرفعوا قضية، خاطر مش على خاطر نحبوا لا الناس تدخل السجن ولا شيء، ما عندناش الناس هذه الأفكار، لكن على خاطر نخافوا لا باش نتبعوا لينا، فما ناس تتبع معناها وتكتب حاجات من النوع هذا باش يعرفوا اللي هما ينجموا ينقلوا التقرير بالنسبه لدي، لكن ما عندهمش حق يعرضوا حياتنا في الطرف. حياتنا ماهيش حاجه كبيره، هي كل انسان ينجم يموت حتى في سكته قلبيه ولا تحب، اما ما فماش حتى موجب وحتى حق وماهوش مقبول باش انسان يسمح لنفسه باش يدعو للعنف باش يحارب الناس على قتل ولا رجم ولا اللي تحب. التهمه شنية التهمه؟ هو المحامي عامل لنا توا ما انت تبارك الله عليك محامي زاد سيده بشرى بالحاجه والله فما معناها فما المرسوم تاع الصحافه من 15 اللي هو التحريض على القتل موجود فيه فما كراهيه وكذا والقتل فهمت ولا اللي موجود وفما القانون العام اذا نجم نشوف القانون العام هو باش يعمل يشوف غادي انا مني ليه برشا مع على المحاميه تقريبا سنين دونك نسيت معناتها باش ترفع قضيه بصفتك الشخصيه ولا بصفتك رئيس اللجنه؟ لا لا اعضاء الاعضاء اللي هما موافقين، فما شكون يقول لك انا ما نحبش ندخل في قضايا، لكن اغلبيه تاع الاعضاء ماشيين في قضيه واضح. كاب اف ام الكلمه ليك.